يعني الشوط الثاني تقسم على 3 مراحل، هناك المرحلة الأولى اللي دخل فيها يعني المنتخب الشيلي، ثم رجوع منتخب الفرنسي في بعض اللحظات، ولكن في تقريبا 25 دقيقة الأخيرة هذا يعني صورة الهدف، هذا الهدف اللي سجله كوردوفا، وكانت بعد التمرين فالديفيا، يعني هدف جميل وجميل جدا. ونحن نعرف يعني كثيرا المنتخب الشيلي وحتى الفرق اللاتينية فهي تجيد اللعب يعني بالكرات، يعني التبادل فيما بينهم بالكرات الصغيرة، فهدف كان جميل. فأظن قسمت المباراة الشوط الثاني 3 مراحل كما ذكرت، يعني منتخب فرنسا